بالفعل حادث عكس حجم الخلافات بين وزارتي الدفاع والداخلية في ليبيا، وربما أكثر من ذلك حجم الهوة بين الفرقاء الليبيين أنفسهم. ما قيل عن محاولة اغتيال لوزير الداخلية فتحي باش آغا سرعان ما تحول لمادة أفضت إلى المزيد من الجدل، مع استنكار وأيضا تشكيك بما جرى. رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة استنكر الحادثة داعيا الجهات القضائية والضبطية لفتح تحقيق في ملابساته وملاحقة مرتكبيه، كما أكد المبعوث الأممي يان كوبيش على ضرورة نزع الأسلحة من الميليشيات، وقال في تغريدة له عبر تويتر إن الحادث الأمني الخطير يجدد التأكيد على أهمية إبقاء جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية. أما جهاز دعم الاستقرار التابع لرئيس المجلس الرئاسي، وهو الطرف الذي يمثل وزارة الدفاع في الحادثة أو محاولة الاغتيال كما تراها الداخلية، فقد قال في منشور له على فيسبوك إن الأمر يتعلق بسوء تنسيق فقط. إذن مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة أظهر انقلاب سيارة كما نرى هنا في هذا الفيديو تابعة لجهاز دعم الأمن والاستقرار، وبالتحديد في منطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس. ويبدو أن السيارة دخلت وسط موكب باش آغا، كما أنه يمكن سماع صوت إطلاق نار في المقطع. وهذا مقطع مصور من زاوية أخرى لحظة وقوع الحادث وما تلا ذلك من إطلاق نار، حسب ما أعلنت الداخلية الليبية وصرح به أيضا وزيرها فتحي باش آغا. لما وصلنا لجزيرة جنزور وإذا به في سيارة مصفحة تويوتا يوصف فيها احنا في ليبيا 27 فيها فتحات إطلاق نار، أصبحت تضايق في الرتل وبدأت في إطلاق النار. حاول الحرس تاعي المتدرب جيدا إبعاد هذه السيارة وحماية الوزير وإبعادها عن الرتل. أما جهاز دعم الاستقرار قال إن حرس باش آغا بادروا بإطلاق الرصاص عندما تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور موكب الوزير الذي قيل إنه يتألف من 60 عربة عسكرية مصفحة. تطور الوضع بشكل أكبر حيث سيطرت ميليشيات مسلحة على ساحة الشهداء وأطلقت النار بشكل عشوائي لرفضها رواية وزارة الداخلية حول تعرض باش آغا لمحاولة اغتيال. وبين من ذهب إلى أن الحادثة مسرحية ترمي إلى إفساد العملية السياسية في البلاد، ومن يرى أنها جاءت لتلقي الضوء على الخلل الأمني في طرابلس الواقعة تحت حكم الميليشيا، عكست الواقعة الفجوة وربما العقبات التي تعترض المسار السياسي في ليبيا.